السلام عليكم بنتي، واش رايك في موضوع الفيزيك اليوم؟ وعليكم السلام. كان في المستوى، كان في المستوى وكان شويه طويل، كان شويه طويل. كان عندنا الموضوع الاول فيه غير الميكانيك، يهضر على الميكانيك والاحماض وشويه من الاحماض والاسس والكثره اكسده وارجاع، والتمرين الاخر كان يهضر على الارسي والارار. هذا الموضوع الاول. الارسي الارار ما طاحتش، طاحت غير الارسي، هذا ما كان. اول موضوع الثاني هضر على النواوي، كان في النواوي التمرين الاول، وكان ثاني في التمرين الثاني كان عندنا القذيفه، كانت عندنا القذيفه والسقوط مع مستوي مائل. والتمرين وبالنسبه للتمرين الثالث الثاني هو التجريبي، كان عندنا تمرين تجريبي ثاني، كان فيها كان يهضر على كان يهضر على الاحماض والاسس. الاحماض والاسس كذلك. انت اخترتي طريقه حلوه، قالت لي الموضوع الاول على حسب خاطر فيه غير راكي داريه به جيدا. خدمتي فيه بنتي؟ شويه صافا، كاين فيه اسئله واضحين وكاين فيه اسئله معقدين. مول فين بصح تحلوا نوع هاد الانواع في القسم، في الاقسام مع الاساتذه؟ النوع اللي يكون فيه الغموض هكذا. كاين يعني راكم مدربين شويه. كاين قدرتي تسلكي روحك يعني؟ صافا الحمد لله. شحال توقع النتيجه؟ الله على بالي مالك. 16 ما نحقش. ان شاء الله ان شاء الله تفاؤلوا خير تجدونه. ان شاء الله ان شاء الله 16 ان شاء الله. ان شاء الله بنتي بالتوفيق وبارك الله فيك. ان شاء الله نتائج ممتازه في الفيزيك وكل في الشهاده خاصه. ان شاء الله. شكرا بارك الله فيك وبركتي.